قد تكون حادثة حريق منجم الفحم اختباراً حقيقياً لشعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. أردوغان اعتاد على جموع تلتف من حوله بالهتاف والتحية، إلا أنها هذه المرة اضطرته للجوء إلى أحد المتاجر بعد أن قابله المحتجون الغاضبون في بلدة سومة بالشتائم مطالبين باستقالته. أحد المحتجين لحق بأردوغان إلى داخل المتجر، وأظهرت الصور ما بدا وكأنه اشتباك للحظات بين المتظاهر وأردوغان، بينما علق مكتبه بأن ما حدث كان ردة فعل آلية. غير أن ما زال في غضب المناوئين والمحتجين ضد رئيس الحكومة هو هذه الصور التي أظهرت مستشاره وهو يقوم بركل أحد المحتجين الذين اعتقلتهم قوة الأمن. مستشار أردوغان قال لبي بي سي إنه سيصدر بيانا يوضح فيه تفاصيل الحادثة، بينما اتهم معارضون أتراك الحكومة بازدراء الشعب.